السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاكل اكله تقيله ودسمه وحلوه كده وتروح ايه رايد على الكنبه ومفيص ومأنتخ. ليه بنتقل بعد الاكل؟ ده المثير للاهتمام بالنسبه لي، وتعالوا قدام الجرين سكرين نتكلم شويه في الموضوع ده. التقل بعد الاكل او البوست برانديل سومنولنس، وده بكل بساطه حرفيا معناه الفود كوما او غيبوبه ما بعد الاكل. وده ناس كتير جدا بتعجرده، بتلاقيه تقلان كده موخم بعد الاكل. فالقول الشائع ما بين اي حد لما تيجي تساله وتقول له هو انا ليه بتقل بعد الاكل، اصل الدم اتسحب من المخ وراح على المعده. طبعا ده كلام هكس ومالوش اي دليل علمي، وابحاث اثبتت ان الكلام ده فارغ، لان المخ عمره في حياته ما هيسيب الدم يقل عنده هو ويديها لاي حته تانية. هي كبير ما تبعت لنا شويه دم كده وبحبح ايدك بقى لحسن انا اتمليت خالص وعايزه انتخ. بقول لك انت مالكش عنده نقطه دم زياده، امشي ياض من هنا. يا عم مش انت اللي اديت الاشاره انك جعان وخات البني ادم ده اتفجع وافترف الاكل؟ وانا جبته من عندي ولا انت بعت لي الصبي بتاعك اللي اسمه جريلن وقال لي انك جعان، وانا فضلت مستني ترد لي خبر وتقول لي انك اتمليت، بس انت طفص وخليت الراجل ياكل وما رحمكش. يعني هتسيبني كده؟ هسيبك عشان تتربى، واصلا الدم اللي بيجيك ده نصيبك وكفايه عليك. وبعدين هو مين الكبير فينا؟ انت الكبير طبعا. خلاص، وانت عارف ان الكبير لازم يتدلع. حاضر يا معلم الباشا. تطوق. فالموضوع معقد شويه وليه اسباب كتير، وما ينفعش تقول ان السبب ده هو السبب الرئيسي للتقل بعد الاكل. هو كذا سبب. اولا، لما الاكل بيوصل للامعاء حاجه اسمها في الجسم بتشتغل واسمه الباراسمبثاتيك نيرفس سيستم، او الجهاز العصبي اللاودي. والجهاز العصبي اللاودي ده جزء من الجهاز العصبي الذاتي، والجهاز العصبي الذاتي ده بكل بساطه مسؤوليته في الجسم ان هو ينظم وظائف الغدد والاعضاء لا اراديا من غير انت ما تبقى واخد بالك يعني. فلما الامعاء بتشغل او تعمل اكتيفيشن للباراسمبثاتيك نيرفس سيستم، انت جسمك بيبقى في حاله من الراحه، مش ناوي بقى تقوم وتجري مثلا. مفيش حد ابدا بياكل اكله تقيله ويقول لك يلا نازل اروح الجيم، ما بتحصلش. جسمه بيبقى حاله استرخاء تمام عشان يبتدي يهضم، مش بيسحب الدم من المخ لكن بيخليك في حاله من الاسترخاء. سرير. ده سبب. تاني سبب العلماء بيقولوا ان هو ليه سبب او ليه دور في الانسان يتقل بعد الاكل او يحس بنعسان بعد الاكل، هو كميه النشويات اللي في الاكل. النشويات اللي بتدخل الجسم تتهضم لحاجه اسمها الجلوكوز. الجلوكوز ده اللي هو المركب الاساسي للسكريات. لما الجلوكوز يبدا يمتص في الجسم يبدا الجسم يفرز الانسولين. الانسولين بدوره في الجسم من احد ادواره الكتيره ان هو بيخلي المخ يمتص مركب اسمه التريبتوفان. التريبتوفان ده لما بيخش المخ بيتحول لماده اسمها السيروتونين، ودي من احد الموصلات العصبيه في المخ. السيروتونين بدوره كمان بيتحول لحاجه تانية اسمها الميلاتونين، ولما بيزيدوا في المخ دورهم ان هم يبداوا يخلوا الانسان يتهيأ ان هو ينام، وده دورهم لما يبقى انت مثلا بتتاثر بالشمس، ودي هنتكلم في حلقه تانية في المستقبل اللي هو ليه الانسان بينعس لما الدنيا تبقى مظلمه، هنتكلم فيها بالتفصيل. لكن مؤقتا لازم تبقى فاهم ان الجلوكوز لما بيعلى التريبتوفان بيعلى في المخ، فالتريبتوفان لما بيعلى في المخ بيتحول لسيروتونين وميلاتونين، وده بيخليك ايه بقى عايز تنام تدروخ. وفي 2006 تقريبا العلماء بداوا موقنين بان في منطقه معينه في المخ ممكن تكون هي دي المسؤوله كمان عن فكره النعاس بعد الاكل، ودي مجموعه من الاعصاب نظام معين كده موجود في الهايبوثالامس اسمه الهايبوكريتين اوركزين سيستم، او نظام الهايبوكريتين والاوركزين. ودي مجموعه من الاعصاب مسؤوله عن تنظيم دوره النوم عند الانسان. ولقوا حاجه غريبه جدا، ان لما الجلوكوز في الجسم بيزيد ولو بنسب طفيفه جدا، المنطقه دي بتبطئ جدا في الشغل بتاعها، ولما بتبطأ او بتوقف بمعنى اصح يبدا الايه الانسان يحس بالنعاس. وما لقوش بس ان الجلوكوز هو السبب الرئيسي في حاجه زي كده، لا كمان لقوا ان هرمون الليبتين، وهرمون الليبتين ده هو مسؤول عن الشبع، ان لما بيزيد في الجسم برضه بيأثر على المنطقه دي وبيخليها ايه تهدى جدا. ايه السبب وايه العلاقه وايه السر؟ لسه العلماء لسه مش قادرين يتوصلوا لحاجه زي كده، لكن دي من احد دلوقتي اقوى النظريات اللي موجوده، بالاضافه بقى للحاجات اللي قلناها قبل كده. فمن الاخر الموضوع ملوش علاقه بان المخ سحب الدم اتسحب من المخ والكلام الهجايز ده كلام عاري عن الصحه، وده كلام غير علمي بالمره.
شكر خاص لخمسة بورسعيد اللي ساعدونا ان احنا نعمل البافكس في الحلقه دي. وريت احب اعرف رايك في الطريقه دي في التقديم، هل هي حلوه لذيذه؟ لا مش جميله، ما تعملهاش تاني، احب اسمعها طبعا. ولو عندك اي سؤال على الحلقه يا ريت تسيبها لي في الكومنتات تحت، على طول هرد لك عليها طبعا لو عندك اي سؤال. ولو انت سمعت اي حاجه من امثله شعبيه او حاجات تقليديه المجتمع المصري بيقعد يقولها حاسس ان هي مش علميه، يا ريت تقولها لي وممكن نعمل اي حلقه، يا اما ناكدها يا اما ننفيها. واشكركم جميعا ان انتم شفتوا الحلقه دي، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. مش بقى طبعا لايك وشير وسبسكرايب، شوف حلقاتنا القديمه، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.